ويكند. عدنا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. 8 دقيقة على كفا في مقيد أوروسكوب. أوروسكوب نبدأ بالحمل. الحمل يقول لك اليوم برجك لازمك ديما تاخو حذرك واحتياطك لبعض المشاكل اللي فما شكون يحب يحطك فيها. تصرف ديما ببرودة الأعصاب، ببرودة الدم، وبإذن الله تكون يكون النصر حليفك. برج الثور يقول لك برجك اليوم اهتم بالأمور الجادة وكون أكثر نشاط وعطاء في خدمتك. المشكلة العائلية اللي قاعدة تشغل بالك باش تتحل طريقة فجائية نهار اليوم بإذن الله. الجوزاء يقول لك احذر من المحيطين بيك على خطرهم قاعدين يسببوا لك في بعض المشاكل من خلال ألفاظهم، من خلال الأعمال اللي قاعدين يقوموا بها. هذا الكل لاستفزازك، كون حريص وفاهم كيفاش تتعامل معهم باش لهنا تكون انت كيف الطريقة الصحيح وتكون انت ديما اللي في الحالة سلامات. خلينا نقول وحنا ابعد على تكسير الراس، ابعد على الهدري اللي يتقلقك، خليك ديما خير منهم باش لهنا ما تكونش في حتى نزاعات بينك وبين الأشخاص هذوما. برج السرطان يقولك رد بالك من المبالغة أو الإفراط في أي شيء. نهار اليوم تكون متحمس لتحقيق أهدافك واللي أجلتها أنت من فترة تعديت، ما عندكش أسباب علش قاعدة تأجل، ولكن بإذن الله اليوم برجك يقولك فما نوعا ما تقدم في الأعمال المؤجلة اللي أنت حاطهم وتستنى فيهم. نمشي ولي برج الأسد. الأسد يقولك كون واعي وما عادش تحكي أسرارك العملية للناس الأخرى، وخصوصا الأشخاص اللي ما عندكش ثقة فيهم. ابعد على الناس اللي تقلق، اللي تغير لك المود نتاعك، اللي تغير لك نفسيتك، هذايا مش صالح في صحتك. نمشي للعذراء يقول لك فترات الصباح عادة ماهيش الأوقات المفضلة لك أنت. ابعد على النوم وابعد على التوتر وابعد على الأكلات الغير صحية سلامة لصحتك. برج الميزان يقول لك ما تكونش استفزازي في قراراتك. ابعد على الأصدقاء اللي أنت عندك فيهم شك باش لهنا ما تكونش خاسر في عدة حالات. العقرب شريك جديد ومغامرة عاطفية تفرض نفسها، لكن الصورة النهائية ما زالت ما تضحتش وما زالت الرؤية ما هيش واضحة بالنسبة ليك وبالنسبة للشريك. والقوس يقول لك اخدم بجهد، اجتهد باش توصل في خدمتك وتقدم في المستوى المطلوب باش تثبت قدراتك لهنا قدام زملائك. وبالنسبة للحبيب يقول لك الطريق في الانفراج بالنسبة للإشكاليات اللي كنت تواجهه فيها في الأيامات الأخيرة. الجدي يقول لك كون حذر وقت اللي تتعامل مع الحبيب أو مع صديقك نهار اليوم. نوعا ما فما بعض الكلام اللي بشي يقلقك، بعض الانفعالات اللي بش تقلقك منهم، ولكن خليك ديما في مزاجية ستابل وما تنفعلش بسرعة. هذية بش يتعدلك نهير جميل بإذن الله. والدلو يقول لك اليوم بش يكون نوعا ما النهار مقلق شوية، فما ورقة باش تصحح عليها ولكن الورقة هذية ماهيش باش تتم. ربما لهنا تخسر ثقة شخص انت عطيته، هو عطى فيك الثقة كيف فلهنا يقول لك برجك تثبت من العلاقات اللي انت متواجد فيها وخاصة في مسألة الوثائق والأوراق. ونختمه بالحوت يقول لك رد بالك، خليك ديما في هدوء كيما مستانس، خليك ديما عندك وسع البال كيما كل مرة. فما وضع قاعدة خامة فيه الفترة هذية، ولكن بإذن الله باش يتحل. حاول ديما خذ الاستشارات الناس اللي ينجموا يعاونوك، ينجموا يدلوك بمعلومة تفيدك بالنسبة للمشاكل اللي انت قاعدة تمر بها حاليا. وكما نقول المثل اللي أكبر منك بليلة أكبر منك بحيلة. هذا هما أبراج اليوم من الحمل للحوت، طبعا حسب المواقع، موقع مختص في علم الفلك، وهذه كانت قراءة لما يوجد في الموقع حسب الأبراج لليوم. 8:05 دقائق، هذه هي أوروسكوب. يلا نمشي بالموسيقى وراجعين.